مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. 4 حبات الكستناء في اليوم تصنع العجائب. الكستناء أو القسطل أو أبو فروة أو الشاه بلوط باللهجة البحرينية حمبصيص، هو صنف يضم 8 أو 9 أنواع من الأشجار والشجيرات. يتبع هذا الصنف فصيلة البلوطية وينمو في المناطق الدافئة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي. ويشير الاسم الكستناء أو أبو فروة أيضا إلى المكسرات الصالحة للأكل التي تنتج تشابه تركيبة الكستناء القمح، حيث يحتوي كل 100 غرام منها على 52% من الماء و4 غرامات من المواد البروتينية و2.6 غراما من الأحماض الأمينية و40% من الكربوهيدرات، فضلا عن البوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس والمنغنيز والفوسفور والمغنيسيون والصوديوم والكالسيوم والفيتامينات B1 B1 B2 B2 المركبة C C. وتقول اختصاصية التغذية جنين عواد الجميل الأستاذ: 4 حبات من الكاستناء تحتوي على 91 وحدة حرارية، وهي بذلك تعتبر من أهم المصادر للطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان. وتختصر فوائد الكاستناء بالآتي: الكاستناء تحول دون ارتفاع معدل السكر بالدم بشكل مفاجئ، لأنها تعتبر من أنواع السكريات البطيئة، تعمل على تحسين معدل الكوليسترول الجيد في الدم، تؤمن الشبع لفترة طويلة لأنها تحتوي على كمية مرتفعة من الألياف، تحمي الجهاز العصبي وتساهم في تقوية جهاز المناعة نظرا لوظيفتها المهمة كمضاد للالتهاب. تناول الكاستناء بانتظام خلال موسمها يجنب الأشخاص المعرضون لفقر الدم الإصابة، كونها غنية بالحديد تساعد لعيب حل مشاكل الهضم وتحمي الجهاز الهضمي. يصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.